الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر القرارات ظلما في التاريخ وتخاذلا من الحكام العرب. اخترت مقطعا صغيرا وأعلم ضيق الوقت، مقطعا صغيرا من قصيدة طويلة جدا من ديوان أنت طفولتي في القصيدة من قصائد النثر. القصيدة بعنوان يا صديقي عمت ضوءا وغماما، يا صديقي يا كل أنبياء الأرض أعوذ بدمك الملتحم بأحلام صراط مجدنا المستقيم وكنوز أشرعتنا المضاءة في نوارة الغيب القريب من شانئك الأبتر. أعوذ بسلسبيل خطاك المزروعة بسيوف النار وبنارك المتقدة بشجرة زيتون من همزات صناع هبل فوق أنوار الأقصى. وأعوذ بأرواح اللحظات الملتهبة إذ تغفو على وهم انكسار لن تصدق رؤياه. فللأرض عافية تسير كبرهان من وهج الحق المتبرئ من زعم السادة اللا أبرار. وللأرض ثورة تغضب وتذرف ودقها ولجها وجحيمها لتعيد روح أنفاسها لمن زرع روحه في جذورها. غضب على غضب ولصانع الوجود أنشودة يوما ستنشر شذاها فوق أضرحة الصباحات المتفجرة بالغضب. ويوما سنعود إلينا عبرنا يا صديقي عمت جنة من ثوب الحرية وعمت حرية من عبق الأنبياء. ألهمني أجوبة لخرائط قلبي الذي أدمته مدية السؤال. انتهى المقطع. يعني إذا أردت المزيد سأقرأ، وإلا هل هناك مزيد من الوقت؟ نعم أكيد. طيب، سفر مسافرة أنا أبدا وقلبي في يديك هدايتي نحو الطريق. وصحوتنا دروب الحب والأزهار في وطن الحريق. هذه من مقاطع المترجمة، سأقرأ باللغة الإنجليزية. Traveling. I am traveling forever and my heart is in your hand's guidance to the road. And our awakening is the pathway of love and flowers in the nation of fire. Michigan. Michigan, يا ولاية الغرباء، هل تدارين في جفون إبائي؟ ها هنا العمر ينطفي كشموعي، ها هنا العمر ينطفي كشموعي وشموعي في القلب يا نصف دائي. Michigan. Hey Michigan, the state of foreigners. How could you keep the dignity in my islet? My life here is decaying like my candles. My candles are in my heart and you are half of my sickness. The last one. صفحتي أنت أكتبها كل يوم بأهداب روحي هنا وأعيد طباعتها لأكون أنا نسخة منك أو كي تكون أنا. My page. You are my page. I write on it here every day with my spirit's eyelashes and I print it twice for me to be a copy of you or for you to be me. Thank you very much.